bismillah wassalatu wassalam ala rasulilahi saa wausalam amabadu iwona yononi yatu yaleo adabu toam wa sharab deze adabu za heuya na unwa iona damupia wauya wano mengoningopano wajuozi adabu za heuya na unwa ngo kawazihifa vyu asemegonaazi muhimu yazo na wajibu zao waotsahauesha halali hawalibuuatuatiashiribatimuharama wa jaula na imaji ya haramu dhati yayo maori yashala shapurunku ya purunku nanovinyo no, au Awa awanzia kama ngopa uhuzo izinduzo pale mali au شاولا شايبوا نيزم جرام بي يا أيها الذين آما يا أيها الناس سيبوا ندام وكولوا مما في الأرض حلالا تعيبا نميزو وكاتل في الأرض زولا حلالي زيما ولا تتبعوا خطوات الشيطان هنا في سيدون جزين زيازة شيطاني إنه لكم عنده مبين يعني شيطانين عندوي عليه واضح بالزين ولا اوسيه ولا أسينوه awazaula awazia za dhahabu na fedha au zokao tilwa turu la he zinungo mardezo hawahadisi yawasholwa na mtume zasagu wala tashrabu fi aniyati ldhahabi wa lfida walamsi awaazia yani vera za fedha na za dhahabu ولا تأكلوا في سهافيا، ألم سيها ويسان إزازو فإنا لهم في الدنيا يعني مكافير ورهون الدنيا ويوم مرزو لكم في الآخرة وإنما مؤمنين ومن يبارز يوم مرزو من سوسك الكاما نينجي هاي سبابو يعني جا هاي سحاني نهزي فيرا نهي مباكولي إذاني نهزي فيرا زا چاي. idanihizo pia za kafe na izi sutu na izifursheti na, na, na masembea wamin adabi toamu mengonawaizi adabu zatushahula dourungwa bismillahi hadaniyae uye na muno dadi uye na hizoka zilio babavunaho yani hizozilio

وكل من يليك يعني يدا من وهو يه نشوشني بيرها هو كام ديركتي. نويا هواي شولا يعني شو يزيد بركة تبي تسمع قال بركة تنزل في وسط الطعام شولا يشو شوكا كارنار ويا شولا يعني زبركة ذا شو كارنار ويا شولا فكل من حافتي حافتيه ولا تأكل من وسطي yaamhandisi yani, muye babavunirabuzi wala msia havi hayamshaahari yani wahe shaula wala yakulu mutakian yaniusie ya maodemia wala usi dongo nwa maji nauvudzia zimbumuzaaingiawe imaji besha ni maji na moro bali mduzia talao moro

يلي خيري رانو كما مونجي يومي كيوهي بيشاني كما يزوم بيليزو كيدي بي أفضل لون ريوب موجا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسا سنجي نغو اجتاميو على طعامكم نمسانيه نكامو مياو واذكور اسم الله مفبو يزينا ميزيمغو عليه بيزاني يبارك يبارك لكم فيه يا ميزون تبارك شانا ما شاء الله شيله وليحمد الله في اخره ميزون كما ذا وملذ شولان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته نكما زامدي أي مزاه قال يا نيميا وي مزا قال الحمد لله أي مدى بن زمغو حمدا كثيرا ينجي طيبا مباركا في هي مدى ينجي جيما زبركا غير مكفي ولا مودع أي زكاة يكفي ولا كاسكامر دي سني ولا مستغني ولا كاسكامر تشريع بس أنه ربنا فحرص يعني فني اجتهادي على اداب الطعام وبس اداب زي الطعام زي شولا وشرب نونو فان ذلك من شكر النعمه ما بقول شكر النعمه من قال تعالى يا الذين امنوا يا إيوه من المؤمنون كلوا من طيبات ما رزقناكم لم يبقى لازم رزقني زو واشكروا لله شكر من إن كنتم إياه تعبدون كقولي تعبدون ميزمغو يعني مفاجئ كأولني أو مشاني سبحانك اللهم وبحمدك أن أشهد أن لا إله إلا أنت نستفقك إليه